بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عباد رحمن لتوريد وتجاره معدات مزارع دواجن. ان شاء الله اكلمكم النهارده عن خلايا التبريد ال 15 سنتي وال 10 سنتي. قدمنا مع حضراتكم في الفيديو خليتين، كل خليه بتكون مميزه بشكلها وطبعا استخدامها بشكل عام. ده كده الخليه ال 15 سنتي وال 10 سنتي. انا هعرفكم ان شاء الله في الفيديو ده الفرق بينهم. انا عندي دلوقتي الخليه العشرة سنتي، بتكون ده شكلها وسمكها كده، تمام. بيبقى الورق من خلال التركيب على الصاج بيبقى سمكه 10 سنتي، تمام. الفرق معاه في الموضوع ان لو عندي مثلا مساحه كبيره ومساحه مقطع دخول الهواء صغيره ومعايا شفاط شديد، فبضطر ان انا بستخدم الخليه ال 15 سنتي. بالنسبة لو المكان عندي مساحة مقطع دخول الهواء كبيرة، تمام، وفي سماحية ان انا احط عدد كبير او امطار كتيرة من الخلايا بشكل طولي، فبنستخدم الخلايا العشر سنتي، تمام. ده كده باختصار. اما بالنسبة يعني وظيفة التبريد الاتنين واحد، بس ده موجود وده موجود تلبية لمطالب عملائنا الكرام، عملاء شركة عباد الرحمن. انا كده انا عندي الخلية دي كده شكلها وهي متقفلة، تمام، ورق وصاج ومعايا الصرف. طبعا الصرف بيكون بالشكل ده كده، تمام. يبقى فتحة الصرف بتكون تقريبا بوصة ونص، تمام، وده كافية جدا للخلية لعند التلاتة متر في متر ونص. طبعا اللي قدام حضراتكم ده فتحة صرف بلاستيك، تمام، كويسة جدا معايا اثناء اللحام لما باجي الحم مثلا ماسورة في ماسورة ماسورة في فتحة الصرف دي، بتبقى الموضوع سهل معايا. دي كده فتحة نموذج، يعني دي نموذج للماسورة بتاعة الصاعد، ماسورة التقطير، تمام، ماسورة التقطير العلوية. ده كده شكلها ونموذج ليها. طبعا احنا داخل ده الكوع اهو ومتطببة في الاخر، وبيكون معايا هنا تخريم علوي بنخرم الماسورة لفوق، تمام. ده كده شكل التركيب، صرف تحت والماسورة لفوق. ده كده بالنسبة للاتنين، تمام. هننزل لكم في الوصف ان شاء الله كل خلية، مقاس كل خلية يخدم مساحة كم متر، هنسيبه لكم في الوصف او في اول تعليق او في المنشورات على الفيسبوك، تمام. ده كده خلايا العشرة سنتي والخمستاشر سنتي، خلايا التبريد عنابر الدواجن. طبعا دي خلية متر في متر، ده خلية متر في متر، خمستاشر سنتي وعشرة سنتي، تمام. خلية العشرة سنتي بتخدم تقريبا يعني 20 متر، والخمستاشر سنتي ممكن تخدم لعند 30 متر، وقصاد منها شفاط 70 سنتي هيبقى كويس جدا. الفارق معايا برضو اضافة جديدة في ان احنا نعمل الورق الارتفاع متر، ده بيكون برضو ناتج ان بعض العملاء زي ما احنا وضحنا لكم ان بيكون مساحة تعرض الهواء قليلة صغيرة، تمام، وبنستخدم شفاطات كبيرة، فعلشان ما يحصلش تقويس للورق نتيجة عن شفط الهواء، تمام، ما احنا بنبقى قافلين المكان كله، الشفاط اللي موجود في المكان بيسحب الهواء اللي موجود في المكان كله، تمام. فبالتالي بيبقى فتحة الهواء اللي موجودة لخلايا التبريد هي دي الفتحة الوحيدة. فلو الفتحة صغيرة ومساحة مقطع الهواء او كمية الهواء كبيرة فبيعمل تقويس للورق. فالمميز معاه في ال 15 سنتي انه ما بيحصلش اي تقويس على الشفاطات القدرات الكبيرة، تمام. اي استفسار، موجود جميع المقاسات. احنا دلوقتي اصبح معانا ده نقلة جديدة معانا، ان احنا نستخدم الورق الارتفاع متر 15 سنتي. كده جميع المقاسات متاحة لدى شركة عباد الرحمن، من اول
60 في متر لعند 3 متر في متر ونص على السمكين، تمام؟ على السمكين ال 10 سنتي وال 15 سنتي. نشكر حضراتكم. اهم حاجة ما تنسوش تدمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة ومتابعتنا على الفيسبوك عباد الرحمن لمستلزمات المزارع. ما تطلعش الا لما تعمل اشتراك. اكيد اكيد المحتوى ده بيفيد ناس كتير، فاشتراكك في القناة هيسهل لك عرض او طرح كل الفيديوهات اللي بنطرحها على اليوتيوب لاستفادة جميع الناس. ما بنبخلش على حضراتكم باي معلومة، اي شرح او اي حاجة محتاجين نشرحها سيبها لنا في التعليقات واحنا ان شاء الله هننسق معاكم ونعمل فيديو باذن الله شارح لاي حاجة. كل المنتجات ان شاء الله يعني 95% من منتجاتنا موجودة على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم، اسفين الاطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.